بعد فترة من الهدوء النسبي بلبنان، رجعت الاحتجاجات مرة تانية بموجة تصعيدية جديدة تحت اسم أسبوع الغضب، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية وبالمماطلة بتشكيل الحكومة. بلشت اليوم تحركات ببيروت ومناطق لبنانية مختلفة، ومن ضمنها صيدا اللي رجع المتظاهرين فيها على ساحة أليا، ورجعوا نصبوا الخيام وأعلنوا إعادة إحياء الحراك الشعبي. أما بباقي المناطق تخللت التحركات مسيرات واعتصامات وقطع للطرقات. الاعتصام بجل الديب بلش بتجمع شعب كبير بساحة الجديدة، اللي انطلقت منها سلسلة تحركات ومسيرة سيارة للمحتجين جابت شوارع المتن. ليه رجعتوا اليوم تسكروا الطرقات؟ لأنه صراحة شبعنا كذب، شبعنا ضحك على العالم، نطرنا قلنا حطوا رئيس حكومة على أساس يطلع يعملنا شيء، ما عمل شيء ولا رح يعمل، بعدنا عم يشوفوا كيف بدي أسموا الجبنة تبعيتهم. ليه في شيء ما بدنا نعترض عليه؟ الله لا يوفقهم، الدولار عليه، مي وكهرباء ما في، بهيدا الموسم من أمتين بتنقطع المي؟ ليه شو اللي تتحقق من مطالب هالشعب؟ ايه اصلا نحن ما طلعنا بعد من الشارع، نحن بعدنا باقيين بالشارع. هل صحيح انه هلا اعطين مهله 48 ساعه لتشكيل حكومه مستقلين؟ مزبوط، يا بدهم يمشوا مثل ما بده الشعب يا يحلوا عنا بقى، كفرنا منهم. نحن سكرنا طرقات لانه هن ما بردوا على الشعب، الاقتصاد صفر، يعني لقمه العيش بالموت عم نطلعها، ساعطيناهم فرص كثير ما عم بيطلعوا بالعالم. بعدنا ناطرين تأليف الحكومة، بعدنا ناطرين نسمع من طلباتنا كلها، بعد ما حدا رد على شيء. صار الوقت انه نرجع نسمعهم صوتنا ونقول لهم نحن بعدنا هون، مش ناسين طلباتنا، مش ناسين شو طلبنا منهم، مش ناسين وعودهم يلي ما عملوا شيء فيها، وبعدهم كل يوم بيطلعوا لنا بخبرية جديدة، يعني بعدهم عم بيضحكوا على هالعالم. الفترة الأخيرة خفت كثير وطأة التحركات بالشارع، هل فينا نقول انه رجعت؟ خفت لأنه كنا ناطرين وعدهم أنه حيقدموا لنا حكومة على آخر السنة، بس ما قدموا شيء، رجعت وهيدي الجمعة كلها راح تكون تحركات. ونحن شعب بيلبقنا نعيش، فلازم يعني لازم نعمل ثورة حقيقية نقدر نحس بهيدا البلد. حراك الطلاب رجع اليوم كمان، فكان في دعوات لكل طلاب المدارس والجامعات من مختلف المناطق اللبنانية للاعتصام، وكان لهم دور كبير بتحركات اليوم. رحنا جيل أول شيء التغيير والمستقبل، وما رح نرجع لعبودية الأحزاب ولا الزعيم. عم بنزل لهون لقلن إنه رحنا ما بدنا نفل، هيدا وطن لقلنا ورحنا رح نبني وطننا، أهلنا خلولنا إياه لنبنيه. ليه رجعتوا نزلتوا على الشارع؟ بدنا ناخد مطالبنا، لأ ما حدا رد علينا، ونحن أصلا طلاب مدارس يعني، فطلبنا من الإدارة تتضمن معنا ما تفتح المدارس، فهلأ كل الطلاب بدها ترجع تنزل، وبطلب من كل الإدارة يعني بكل مدرسة بكل مناطق لبنان تعمل نفس الشيء. ما بدنا نحط شهاداتنا بالبيت ونهاجر. إنه قفينا الساعات وقفينا درس كتير، بس إنه قلنا إنه ماشي الحال نهار واحد قدام البلد، لأنه ما شكلهم فهمانين إنه نحن بطلنا مثل الجيل قبل، نحن جيل ما رح نسكت لكم، كل شيء على المكشوف صار قدامنا، نحن كل ما تعملوا شغلة عم بيصلنا دغري على الإنترنت، عم بيصلنا دغري على تليفوناتنا، ما رح نسكت لكم بقى. نزلنا على الشارع لأنه قلنا أكثر من شهرين وما حدا عم يسمعنا، إله أكثر من 20 يوم متكلف رئيس الحكومة وما عم يقدروا يشكلوها هيدي الحكومة، بدنا إياهم بقى يشكلوها كرمال يتحسن شوي الوضع أكتر بلبنان. أنا بس بدي أقول للناس اللي مفكرين الثورة هي اللي خلت أوضاع البلد هيك تصير والدولار، بتقولوا هن غلطانين لأنه أصلا البلد كان هيك إنه قبل وكان عم بيصير على أضرب. بلدنا الإنسان بيشحد حقوقه، صار لازم نحن ننزل نسكر، نحن نطالب بحقوقنا، صراحة ما بيمشي غير هيك يعني. اليوم الساحات والطرقات كانت مباحة للثوار. يلا بس
بعد مرور 90 يوم على انطلاق المظاهرات الشعبية بلبنان، الحراك الشعبي وبظل الانهيار الاقتصادي اللي صاير، المتظاهرين أعلنوا إعادة التحركات بكل المناطق والعصيان المدني لحين تحرك الجهات السياسية وتنفيذ مطالب الشعب.